هنعمل مقبلات المشروم، وهي عبارة عن مشروم حاولوا تنقوه صغير او اقطعوه نصين. انا عشان عندي هنا صغير فما عملتش فيه حاجة. وبالمناسبة القطع البني دي مش معناها ان المشروم بايظ، ده معناها انه الحتة دي انا ممكن اقشرها وممكن احتفظ بيها زي ما هي، وهتلاقوا تحتها ابيض ناصع ما فيهوش اي مشكلة خالص. دي حتة يعني اخدت خبطة، والخبطة دي بقت بني بس كده اهو، فما فيهاش اي مشكلة، ما تقلقوش خالص. مشروم وتوم وده فلفل احمر رومي شويناه. شويناه ازاي؟ بنجيبه ونغسله وهو كامل زي ما هو، يا اما تحطوه على النار، يا اما تحطوه في الاير فراير، يا اما تحطوه في الفرن. بنديله رشه ملح ورشه فلفل، ممكن تدوله توم بودره او بصل بودره او زيت، وممكن لا. اهم حاجه، اهم خطوه، اول ما يطلع من الشوي وطبعا هتلاقوا اللون البني بقى عليه من كل الاتجاهات وطري، تقوموا واخدينه ومكيسينه في كيس وتسيبوه شويه. هتلاقوا الكيس ده عرق، وبالتالي اول ما تيجوا تشيلوا الطبقه الخارجيه بتاعه القشره البني دي هتتشال معاكم بمنتهى السهوله. هتشيلوا طبعا العنقود بتاعه والحبوب بتاعته الداخليه. بعد كده عندنا عصير ليمون وريحان وزعتر، زيت زيتون وملح وفلفل. عندي برضو الووك بتسخن على النار، فايه اللي هنعمله؟ هاخد زيت الزيتون، هنزل المشروم. انا هستخدمه صحيح، في واحده كده انا شايفاها اهو بعيني كبيره قوي، فبالسكينه اقوم واخدها نصين. بس كده. بعد كده هحتاج انزل الثوم. عايزين نار عالية عشان المشروم ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده ويبقى سوتيه، ما يبقاش مسلوق. شايفين اللون اهو؟ حطينا الثوم، زيت زيتون، مشروم، ملح، فلفل اسود، زعتر فريش، ريحان فريش، عايزين تحطوا خرشوف، عايزين تحطوا سبانخ، زي ما انتوا عايزين. ده طبق سوتيه لطيف قوي 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 قوي، يتاكل سخن كده، لذيذ جدا جدا. عصرة الليمون، واخر حاجة بنزلها بتكون الفلفل المشوي، وده طبعا لانه انا اصلا شويته، هقوم واخده منه شرايح كده وهو اصلا مستوي، فاخر حاجه بتنزل. بس لازم يتلفوا مع بعض على النار عشان النكهات تخش في بعضها. هرجعه تاني طبقه واقوم حطاه هنا، اقلب تقليبه. ده نفسه تقدروا تاخدوه هو سخن كده وتحطوه في الكبة. يعني برضو دايما الوصفات استخداماتها كتير قوي. ونشوف هنا الاخبار، دايما النار عالية قوي قوي عشان ما ينزلش ميته ويبقى عامل زي السفنج كده. لا، احنا عايزينه يبقى زي ما انتوا شايفين كده عليه اللون البني، مش هيبقى مقرمش بس هيبقى كله أطعم، هيبقى غني بالنكهات جدا جدا جدا. هحطه بقى في طبق التقديم، وعندي هنا بقدونس هرش عليه رشه بقدونس.